تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بإصدار مرسوم ملكي بالعفو الخاص والإفراج عن 32 نزيلا من المحكومين في قضايا مختلفة بعد أن قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم. وياتي العفو والافراج بمناسبه حلول عيد الاضحى المبارك وذلك جريا على عاده جلالته الكريمه وحرصه على اتاحه الفرصه لمن شملهم العفو للاندماج في المجتمع والمشاركه في مسيره البناء والتقدم